بس اختم قبل ما اختم اقول ان ايقاف امام مصري لاقناعه بهاء سلطان باعتزال الغناء. هو مش اعتزال الغناء، هو قال له ايه رايك تعمل تواشيح وتعمل ادعيه؟ فقال لك ايه؟ طلعت الوزاره وقفته عن العمل وهتحقق معاه وقالت لك دي رعونه. بهاء سلطان مع امام المسجد زي ما حضراتكم شايفين، بهاء سلطان يعني صوت حلو وجميل وما خدش حقه علشان الاحتكار اللي حاصل مع شركة معينة. طيب انتوا بتتحركوا علشان امام اتكلم فنان وقال له اعمل تواشيح وادعية. طب انا هعرض عليكم فيديو واتحدى اي حد يتحرك، الازهر او وزارة الاوقاف او المفتي او اي حد. ورونا يا جماعة الشاب اللطيف ابو دم سئيل السخيف اللي بيتريق وبيسخر من اذاعة القرآن الكريم. اكتر بقى ناس بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هي الاذاعة بتاعت القرآن الكريم. عارفين اذاعة القرآن الكريم؟ دي اكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لي، مش عارف تتكلموا كده ليه. يعني هو دايما لازم يبقى فيه سسبنس في الكلام. يعني مثلا لما بيجوا يقدموا حد ما بيقدموش عادي، لازم يبقى فيه حوار كده. يعني في مذيعة عندهم اسمها فاطمة طاهر، ما بيقولوش فاطمة طاهر، بيقولوا فاطمة طاهر. تحس انها شغالة من ورا بقى في الاذاعة، اللي هو يا جدعان فاطمة طاهر وطي بس عشان الحاج. وبعدين في برنامج تاني كنت بسمعه وانا صغير كده، بحس ان المذيع هنا دماغه هنا بتقرب مني كده ويقول لي في رحاب السنة ذكر وطي. الإذاعة دي كانت دايما شغالة عندنا في البيت طول النهار وانا صغير، 24 ساعة ما بتفصلش، احنا بننام وهم شغالين. ده شاب سخيف جدا لأبعد حد تتخيله، فكر ان دمه خفيف. بص يا حبيبي، بص يا أمور، انت لا دمك خفيف ولا شاطر ولا حد هيضحك على اللي بتقوله غير اللي زيك، اللي هم توافه ما لهمش علاقه بالبلد دي ولا بموروثها، لا ثقافي ولا ديني ولا اجتماعي. احنا بنقدر كل الناس وبنحترم كل الناس وما بنقبلش ان يبقى السخريه من برامج اسلاميه او اذاعه للقران الكريم او اسامي الناس او حتى نطق اللغه العربيه. نتمنى نسمع بقى من الاوقاف او نسمع من شيخ الازهر او المفتي ولو حتى تعليق بخصوص الاستخفاف اللي احنا شفناه، الاستخفاف اللي بيهين اشخاص وبيهين اذاعه بتحوز على احترام المصريين والعرب وغيرهم. دي البلد اللي احنا عايزين يبقى فيها قانون وعدل على الكل، مش بس على الراجل اللي اقنع بهاء سلطان انه يقول ادعيه، كمان على اللي بيستخف من موروث المصريين ومن دينهم. السلام عليكم.